اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد نهج المختار محمد كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحق كي ندرك بالهدي الحق. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار الطرق وسمت في الخيرة أيامي وتجمل قولي وكلامي من عذب معين الإسلام أحسنت النية والخلق فالحمد لله
الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari sunnah Nabi, mempelajari hadis Nabi, mempelajari sejarah Nabi dan berusaha semaksimal mungkin menerapkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita, dan itulah cinta yang sebenarnya untuk Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qad ashraqat ash-shamsu 'alayha 'an khutatin lam a'ba'u fiha satakunu bi ayami farqa fa hayati qabla al-halaqati tayhun bi daya'in mishatati min duni na'im al-ayati namtadu linahfadha al-qiyaqa في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نغتاد لنحفظها في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء لي صدري يزداد على الظلمة ألقى غصت بها في لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد نهج المختار محمد كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحق كي ندرك بالهدي الحق في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار الطرق وسبت في الخيرة أيامي وتجمل قولي وكلامي من عذب عين الإسلام أحسنت النية والخلق فالحمد من الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى فالحمد
إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع النشتات بدون نعيم الآيات Selamat ulang tahun yang ke-17. Semoga panjang umur. Fil qalbi masha'ir ukhfiha qad ashraqat ash-shamsu 'alayha 'an khutatin lam a'ba'u fiha satakunu bi ayami farqa fa hayati qabla al-halaqati tayhun bi daya'in bi shatati min duni na'im al-ayati نغتاد لنحفظها في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نغتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نغتاد لنحفظها الحلقا فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء لي صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد نهج المختار محمد كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحق كي ندرك بالهدي الحق في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نغتاد لنحفظها الحلقا بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار الطرق وسمت في الخيرة أيامي وتجمل قولي وكلامي من عذب معين الإسلام أحسنت النية والخلق فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نغتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا
فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم.